حضرتك عندك لوم لهنيدي وسعد؟ أنا مش لوم. أنا كنت في لحظة محتاجهم. أنا محتاجهم، صحابي وحقي عليهم، محتاجهم. كلموني تعالوا. ولما صرحت بده هم سمعوا وجم. وجم واستغربوا. أنت بتنادي علينا؟ أنت بتفضحنا؟ بتعمل قول إيه؟ أنا احتجتكم فمش لاقيكم، فحسيت إني هنادي عليكم. بس ناديت على السقة جه. ناديت. أنا بيجي لي لحظات أنا محتاجك، مش عايز منك حاجة، بس محتاجك. أنت صاحبي، أنت صاحبي، أنت جزء من عمري. صراع الفقد كان أكبر وأصعب ولا صراع المرض؟ ده صراع من نوع تاني، وكان محتاج قوة كبيرة قوي عشان تبقى قاعد قدامي كده الحمد لله. بصي، المرض ده بقى الاختبار الأعظم من ربنا، أن يجي يقولك أنا عايزك تجيلي بقى تقعدي تقولي لي يا رب يا رب يا رب. هيجيبك ازاي؟ أنا سايبك بقى في الدنيا وتمشي هنا وتمشي هنا ومبسوطة وراضي عنك كمان. مبسوط باللي انت بتعمليه وعايشة كبشر، ما بتأذيش حد، ده أهم موضوع. خلاص ماشي، تأذي نفسك ده أنا هنقعد نتحاسب عليها. هعلمك ما تأذيش نفسك. إنما بتأذي البشر، ما طالما بتأذيش بشر أنا راضي عنك. بتأذيش مخلوقاتي أنا راضي، ما بتأذيش قطة أنا راضي عنك. طب تعالى لي بقى أشوف أعرفك إن أنت أذيت نفسك عشان تنادي علي. فيروح جايب لك مرض بسيط كده، جايبه، تعالى مالك، اقعد جنبي بقى، قول يا رب، قول يا رب فيشفيني. قعدت 4 أيام في المستشفى، نزل اخبار ان علاء مرسي في خطر، علاء مرسي راح، علاء خلص، الدنيا اتقلبت، وناس جالي ناس من السعوديه، وجالي ناس من اصدقاء ليا، مش عارف، الدنيا اتلمت عليا في المستشفى، وبقيت انا اتوهمت. حسيت بالحب؟ طبعا، ده هو ده، ده هو ده التجربه. طمنت واتبسطت كده؟ صدقت، الله، ده أنا ممثل ومحبوب، ومحبوب عند أصحابي ومحبوب عند الناس. ده أنا الناس على الفيسبوك بتدعي لي. ده هو أنا موجود فعلا؟ أنا هنا كان ده الاختبار من الله سبحانه وتعالى، ودرس ونعمة منا منه، بيمن عليا بفضله. أنت مين فضل جنبك في التجربة؟ مين تفتكر له أنه فضل جنبك وما سألكش؟ اللي فضل قاعد ماسك فيها كده محمد عادل إمام إلى الآن. وده ابني. هو يعلم مقدار عشقي للزعيم، ويعلم قد إيه أنا بالنسبة لي عادل إمام هو كل حاجة على المستوى الإنساني. في حين هتستغربي أنا ما اشتغلش مع عادل إمام، مش مقربين ظاهريا لعادل إمام، ما اشتغلش غير فيلم بسيط خالص وكان إنقاذ موقف اسمه رسالة الوالي. فأنا علاقتي بعادل إمام مش عشان أنا بشتغل معاه، علاقتي بعادل إمام عشان أنا بتشرف إن أنا في يوم من الأيام بس عادل إمام بص لي كده بصة، شرف كبير ليا، تاريخي كده. فأولاده رامي أو محمد دول بالنسبة لي فرحة، زيهم زي مريم ومحمد ابني، فرحة. بفرح بنجاحهم، بفرح بطبع. فدول يعني هو قفش فيا محمد، وإلى الآن حبيبي الصديق الصدوق ابني الجميل الفنان المتمرد أبو دم خفيف محمود عبد المغني، بعشقه. وكل اللي جولي أحمد آدم، صلاح عبد الله، ما سابنيش. لا، مش اللي جولك، اللي كان جنبك، اللي جنبي طول الوقت، زي ما وصفت محمد إمام كده، فضل ماسك فيك، ما سابكش، ماسك فيا، ما سابكش. هو أكتر واحد، أكتر واحد كان ماسك فيا كده، واللي على التليفون 24 ساعة صلاح عبد الله وأحمد آدم.